السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض في التوبيك بتاعنا الاوتونوميك نيرفس سيستم. حبايبي لازم تبقى عارف ان النجاح والسكسس بيبقى ستيبس، خطوات لازم تذاكر وتجتهد خطوة بخطوة عشان توصل للنجاح ده. مفيش حاجة اسمها انا نجحت او انا فشلت، في حاجة اسمها ترايل. الترايل دي تريبيت مرة واتنين وتوصل بإذن الله، لانك فعلا يس يو كان، انت تقدر تعمل كده. حضرتنا النهاردة رابع مرة نتقابل مع بعض في الأوتونوميك نيرفس سيستم. هنتكلم على الأوتونوميك تون والهاير سنتر في الأوتونوميك نيرفس سيستم وأوتونوميك دينورفيشن. هنفهم يعني أي الأوز بتاعتنا. Describe أوتونوميك تون. Identify higher center of autonomic nervous system. Explain the significance of sympathectomy and parasympathectomy. هنفهم يعني النهاردة الكلام ده. فاكرين يا حبايبي الأوتونوميك نيرفس سيستم كان مقسوم لاتنين ديفيجن، سمباثيتك الاس بتاع الاسترس بتاع الفايت والفلايت بتاع انت بتمتحن، انت اندر ستريس، انت متوتر، انت بتعمل اكسرسايز، انت شفت صرصار مرعب وطلع تجري، تمام. فالاكشنز دي كلها اللي بتحصل في جسمك بقى من توتر ودقات قلب تزيد وفلاشنج والكلام ده كله وعرق والكلام ده كله بيعمله السمباثيتك، وزي ما انت شايف خاسس كده ونحفان عشان بيعمل ايه؟ كاتابوليزم. برافو. Lipolysis and glycogenolysis. طب لو انت بقى شغلت الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، البي ده بيس مأنتخ كده وجميل كده، ده بتاع الريست اند دايجيشن، ده عمال يخزن فات ويخزن جلايكوجين في الليفر وعمال ريست وسليب والجي سيستم، هو الموست اكتف سيستم عنده. جهاز الهضم ده اكتر حاجه شغاله عنده. فاكرين الكومباريزون بتوين سمباثيتك اند باراسمباثيتك؟ كنا بنقول الاثنين بيروحوا للكاردياك ماسل، السمباثاتيك بيعمل لها ستيميليشن ويزود الهارت ريت، الباراسمباثاتيك بيعمل انهبيشن سبيشالي للهارت ريت على الاس اي نود، وكان تاثيره او الفايبرز اللي بتروح للفنتكلز ضعيفه قوي ومش مؤثره. عشان كده كان في حاجه اسمها ايه؟ فيجال سكيب فينومينا، انه الفيجاس ما ياثرش قوي على الهارت، ودي مهمه جدا بحيث لو البني ادم حصل له فيجال اتاك ما يحصلوش ديس، الهارت ما يقفش. كان البلاد فيزلز فاكرين السمباثاتيك كان فازو كونستريكشن لكل البلاد فيزلز ما عدا الكورونري، كان بيعمل فيها اندايركت فازو دايليتيشن بالميتابولايتس ودايركت فازو دايليتيشن بالسكليتال ماسل بالاستير كولين اللي بينزل منه على السكليتال ماسل بلاد فيزلز. اما الباراسمباثاتيك لو راح لاي بلاد فيزلز مفيش فيه اكسبشن، بيعمل فازو دايليتيشن. اي جلاند يروح لها السمباثاتيك يعمل لها انهبيشن، يروح لها البار يعمل لها ستيميوليشن. بس كان في اكسبشن، مين؟ سويت جلاند. كان مش معقول اكون بعمل اكتيفيتي وبجري ومتوتر ومش هتخلص من الاكسس هيت بتاعت بتخرج بالعرق، فالسويت بيزيد مع السمباثاتيك. طب الباراسمباثاتيك بيعمل ايه في السويت جلاند؟ برافو، ما بيروح لهاش اصلا، ما فيش باراسمباثاتيك سبلاي للسويت جلاند. طب الباراسمباثاتيك بيعمل ايه في سكيليتال ماسل بلاد فيزلز؟ برافو، ما بيروح لهاش، ما فيش. يبقى الباراسمباثاتيك لوكالايزد، السمباثاتيك جنرالايزد، مور جنرالايزد سيستم عن البار. طب السموث ماسل كانوا عكس بعض، خدنا مثال بالجي اي تي، سمباثاتيك بيعمل انهبيشن للوول وكونتراكشن في السفنكتر فتقف الجي اي تي، اما كان الباراسمباثاتيك يعمل كونتراكشن في الوول ريلاكسيشن في السفنكتر فاهضم وافضل الاكل من مكان لمكان. طبعا الافكت اوف ميتابوليك افكت كان السمباثاتيك ده اللي بحرق بيه كاتابوليك، يعمل لايبوليسيس جلايكوجينوليسيس يرفع البلاد جلوكوز ليفل ويديني انرجي. اما الباراسمباثاتيك كنت بعمل انابوليك بخزن طاقه، بعمل لايبوجينيسيس اند جلايكوجين. وخدنا يا جماعه مع بعض السمباثاتيك نيرفس سيستم، تمام. وكنا بنقول ان السمباثاتيك في سيرفيكال ديفيجن اللي بيروح لمنطقه الهيد والنك كان بيعمل وايد بالبيبرال فيشر مدرييزيس اكزوفثالموس اكوموديشن تو فار فيجن انهبيت سليفري سيكريشن فازو كونستريكشن في البلاد فيزلز، وكان بيعمل ايه في السيريبرال بلاد فيزلز؟ برافو، فازو كونستريكشن. كان بيروح للكاردو بالمونري للهارت واللانج، كان بيروح ل اللانج يعمل برونكو دايليتيشن انهبيت برونكيال سكريشن بالمونري فازو كونستريكشن. اما الهارت كان اكزيتاتوري، يزود الهارت ريت، يزود الكارديك بروبرتيز، والكوروناري بلاد فلو كان بيعمل فيه ايه؟ بيزوده، يعني بيعمل كوروناري دايليتيشن دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت بالميتابولايتس. برافو. كان بيروح للجي اي تي الجهاز الهضمي سواء فوق ابر او لور،
ما عدا الريكتم والانال كانال كان بيعمل انهبيشن في الوول فازو كونتراكشن في السفنكتر و زيادة انهبت السكريشن والسبلانكينيك فازو كونستريكشن. يبقى الوول سواء استومك سواء اسوفيجاس سواء سمول انتستين سواء لارج انتستين يحصل فيه انهبيشن. السفنكتر بقى كاردياك سفنكتر اليوسيكال فالف اي سفنكتر في اودي اي سفنكتر هيقابلني في الجي اي تي يعمل له كونتراكشن يقفله. طيب البلاد فيزلز فازو كونستريكشن الجلانديولار سكريشن انهبيشن. طب كان بيروح للليفر يعمل له ايه؟ يعمل الكاتابوليك افكت لايبوليسيس وجلايكوجينوليسيس. برافو عليكم. كان بيروح للرينال رينال بلاد فيزلز فازو كونستريكشن يزود الرينال ريليز. كان بيروح للسوبرا رينال مضله او الادرينال مضله تمام ويطلع منها ويزود الافراز بتاع الادرينالين نور ادرينالين. كان بيروح للبلفيك اورجان يعمل انهبيشن ميكتوريشن والديفيكيشن وكان بيعمل فازو كونستريكشن في الاكسترنال جينيتاليا وانيشيت الايجاكوليشن في الميل. طب الباراسمباثيك زي ما احنا شايفين مش منتشر قوي مش رايح لحاجات كتير لوكاليزد شويه. كان في منه كرينيال بارت اللي هو رايح الاوكيولوموتور نيرف اللي رايح للاي يعمل مايوزس واكوموديشن تو نير فيجن بالكونتراكشن في السيلياري ماسل والفيشال نيرف جلوسوفارينجيال نيرف اللي رايح للساليفري جلاند. الفيشال نيرف رايح للسب ماكسيلاري والسب لينجوال والجلوسوفارينجيال رايح للباروتيد جلاند يعمل فيها ايه باراسمباثيك وجلاند. برافو. يزود بريفيوس سكريشن سكريتوري موتور يزود السكريشن بتاعت السليفر جلاند ويعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيزلز بتاعتها. كان الفيجاس نيرف بيروح للهارت واللنج يعني كارديو ثوراسيك اورجان وكان بيروح للسبلانكينك اريا للابدومين للجي اي تي بتاعتي كلها. كان بيعمل ايه الفيجاس نيرف؟ كان بيعمل برونكو كونستريكشن بالموناري فازو دايليتيشن يزود البرونكيال سكريشن عكس السيمبا. كان الهارت يقلل الهارت ريت يقلل الكاردياك بروبرتيز ويعمل اندايركت كورونري فازو كونستريكشن اندايركت قلت الاكتيفيتي بتاعه الكورونري لانه ملوش دايركت سبلاي عليه. كان الفيجاس نيرف يروح للجي اي تي بقى ده السيستم بتاع الهضم الباراسمباثيك بتاع الانتخه بتاع البيس. يبقى الوول يشتغل كونتراكشن سفينكتر تريلاكس عشان تفضي. طب البلاد سبلاي في الجي اي تي فازو دايليتيشن تمام الجلانديولار سكريشن جاستريك سكريشن ستاينال سكريشن تزيد تمام كده. طيب كان بيروح البلفيك ديفيجن بتاعه اللي هو من اللاترال هورن سيل بتاعت الساكرال سيجم 2 و3 و4. كان البلفيك ديفيجن بيروح للبلفيك اورجان سواء الرينال بلادر والريكتم والانال كانال والسكس اورجان. كان بيعمل كان هو السيستم اوف ميكتوريشن انيشيت الميكتوريشن والديفيكيشن والاريكشن في الميل. اخر المحاضره قلنا ناخد بالنا ان في اورجان سبلايد باي سمباثيك اونلي زي السكن في جسم كله بلاد فيزلز بتاعته سويت جلاند اللي فيه الاريكتور بيلي ماسل دي لها سمباثيك ملهاش بارا سمباثيك سبلاي. بلاد فيزلز اوف سكيليتال ماسل دي اونلي بارا سمباثيك. الفنتريكلز مينلي اونلي سوري سمباثيك الفنتريكلز مينلي سمباثيك ملهاش بارا سمباثيك سبلاي او فيو فيجال سبلاي مش مؤثر. اما السكن ملوش بارا البلاد فيزلز ملهاش بارا اونلي سيمب. الدايليتور بيبول ماسل في العين دي اونلي سمباثيك. سوبرارينال مضله دي اونلي سمباثيك. الترساي ماسل في الاي اونلي سمباثيك. المولار ماسل اللي ورا العين اونلي سمباثيك. طب البارا ملوش نفس يبقى في حاجه بيروح لها لوحده فاكرين؟ برافو. كونستريكتور بيبول ماسل اونلي سبلايد باي بارا سمباثيك وزي ما قلنا انت السيمبا والبارا الاثنين شغالين على طول انت في بالانس بتوين سمباثيتك اند بارا سمباثيتك اكتيفيتي. لو انت بعد الاكل بنايم هتبقى البارا سمباثيتك صوته هيعلى وتبقى شغال مور في اتجاه انك تخزن انرجي وتقلل هارت ريت وتقلل الاكتيفيتي ده الريست والدايجشن. طب لو انت اثناء المذاكره اثناء الامتحان وانت بتعمل اكسرسايز وانت بتجري من تعبان او من صرصار حسب انت بتخاف من ايه يعني ايه اللي هيحصل ايه اللي هيشتغل اعلى السمباثيك هو اللي هيكون اعلى. يبقى الاثنين شغالين في نفس الوقت لكن في واحد الصوت بتاعه او التون بتاعه بيبقى اعلى. يعني ايه تون؟ تون يعني ايه؟ What is the meaning of تون؟ كلمة تون دي تعني ايه؟ تون تعني continuous rhythmic mild nervous discharge from the nervous center to certain organ.
يعني باستمرار السنتر عمال يبعت امبلس، يبعت ستيميوليشن ستيميوليشن لاورجان معين، بس الاستيميوليشن ده مش هيعمل لك اكزوشن. ليه؟ لانه مايلد قليل بس منتظم ريزمك ومتواصل، يبقى كونتينوس ريزمك مايلد نيرفس ديسشارج من سنتر لاورجان. انا بتكلم دلوقتي على الاوتونوميك اوتونوميك تون، يبقى السمباثيتك والبارا سمباثيتك تون هيبقوا كل سيستم فيهم شغال باستمرار، ما بيشيلش ايده من على اورجان معين. ليه باستمرار مشغله؟ تو مينتين بيزال ليفل اوف اكتيفيتي، لان الاورجان ده لازم يدنه اكتف. يبقى لو انا شغاله سمباثيتك الاورجان ده ممكن يبقى عليه تون بارا سمباثيتك ما يوقفش، لو انا شغاله بارا سمباثيتك يبقى عليه تون سمباثيتك وهكذا. نضرب امثله كده، اديني مثال سمباثيتك تون على ايه؟ والله في سمباثيتك تون على البلاد فيزلز، البلاد فيزلز بتاعتك عليها سمباثيتك تون على طول، في كونتينوس مينيمال ديشارج من الاوتونوميك سنتر سمباثيتك على السموث ماسل اوف بلاد فيزلز اول اوفر ذا بودي. كمان في باستمرار كونتينوس سمباثيتك سبلاي للسوبرا رينال ميدال. ليه؟ سترونج سمباثيتك او كونتينوس سمباثيتك تون على البلاد فيزلز بيمنتين ديجري اوف فازو كونستريكشن، تبقى فيها درجه من الضيق فازو كونستريكشن عشان تو مينتين الارتيريال بلاد بريشر، وده مهم جدا عشان يحصل برفيوجن للتيشو. يبقى انا اثناء الريست بعد الاكل لا ضغطي ما يقعش، طب انا اي اثناء السليب نايم خالص لا البلاد بريشر ما بيقلش، الدايستول ما بيقلش ما بيقعش عشان يدن فيه برفيوجن للتيشو. ايه اللي عامل لي كده؟ سترونج سمباثيتك تون على البلاد فيزلز. سوبرارينال ميدالا زي ما احنا عارفين اللي هي موجوده فوق الكدني، واتكلمنا عليها في مع السمباثيتك كتير، اللي جاي لها بري جانجليوليك لاترال هورن سيل من الابدومينال ديفيجن ورايح للسوبرارينال ميدالا، بيعمل معاها ريلي، بس بدل ما يطلع منها بوست جانجليونيك نيرف هي بتباور البوست جانجليونيك سيل، بتحول لنيورو سيكريتوري سيل بتباور الابنفرين ونور ابنفرين في البلد، فيمشوا ويدوني جنرالايزد اكشن. يعني ايه جنرالايزد اكشن؟ الدم ده بيروح لحته وحته؟ لا لا طبعا، الدم ده بيروح لكل حته في جسمي، فيوصل للهارت، هيوصل سوري للبرين يخليني اليرت، هيوصل للبلد سيلز والليفر ويزود الكلوتنج فاكتور فورميشن، هيوصل للسبلين، هيوصل للسكيليتال ماسل يخلي في اوربيلي فينومينا، هيوصل لكل حته في جسمي. تمام؟ فده بيديني جنرالايزد افكت. ليه؟ لان السمباثيتك ده سيستم للاكتيفيتي، فلازم الجسم حتى لو انا نايمه وانا نعسان وانا في الريست لازم يكون في ديجري اوف اكتيفيتي للبرين ولبقيه الجسم، والا هبقى امبالانسد. يبقى سمباثيتك تون على السوبرارينال المضله معناها كونتينوس ريجولار ريزميك ديشارج من اللاترال هورن سيل تدي بري جانجليونيك للسوبرارينال المضله باستمرار، بتباور الابنفرين والنور ابنفرين اللي هو الادرينال والنور ادرينالين، بتحطهم في البلد عشان يروحوا للتارجت تيشو، بيلفوا في سيركوليشن كل مكان في مستقبلات للسمباثاتيك بتشغل. نيجي للباراسمباثاتيك تون، في باراسمباثاتيك تون يعني في كونتينوس باراسمباثاتيك ريزميك ريجولار مايلد ديسشارج لاورجان معين في جسمي. اول حاجه الهارت، الهارت نفسه بتاع الاكتيفيتي. ايوه الهارت الفيجاس نيرف، الفيجا اللي هو باراسمباثاتيك باستمرار بيدي امبلس للاس اي نود. ايه الاس اي نود دي؟ الاس اي نود دي البيس ميكر اوف ذا هارت، ده اللي بيعمل انيشيت الهارت ريت. الاس اي نود كده لوحدها بتعمل هارت ريت بمعدل من 90 ل 110، لكن جوه جسمي بلاقي ان الهارت ريت بتاع البني ادم هيومن بينج من 60 ل 70. اللي نزلها من 90 ل 110 نزلت بقت 60 70، ان في باستمرار كونتينوس مايلد باراسمباثيتك فيجال تون على الاس اي نود مقلله. طب ده اهميته، اهميته لما انا بقى ازود في الاكتيفيتي والسمباثيتك يشتغل الهارت ريت يعلى، يوصل بقى 80 90 100. ليه ما بقاش 110 من الاول؟ لان لو 110 انا بعد ال 120 ببقى اوير بالهارت ريت، يعني بعد ال 120 بحس البالبيتيشن الرفرفه، فما ينفعش ابقى انا شغاله ب 110 اول ما مد خطوتين مش اجري يحصل لي بالبيتيشن، لا ده انا ببقى شغال 60 70 فامشي بقى واجري واعمل اكسرسايز مسافه طويله من غير، والهارت ريت يبتدي يطلع 70 80 90 100 110، هيوصل 120 بقى ابتدي احس. فالفيجال تون مهم جدا على الهارت. فين على الهارت؟ على الاس اي نود اللي بيقلل الهارت ريت. امال ايه اللي تحت ده؟
لا ده السمباستاتيك من اللاترال هورن سيل، وده رايح للبلاد فيزلز. مش احنا قلنا ده سمباستاتيك تون؟ السمباستاتيك بتاع البلاد فيزلز. اما الهارت نفسه الاس انود عليها بارا سمباستاتيك تون. فين بارا سمباستاتيك تون تاني؟ على الجي اي تي جاسترو انتستاينال تراك. البارا سمباستاتيك سيستم از سيستم في دايجيشن، يعني الفيجاس نيرف والساكرال ديفيجن بيشتغلوا على الجي اي تي، يعملوا باستمرار ديجري اوف كونتراكشن في الوول وديجري اوف جلاندولار سكريشن. وده مهم جدا ان انا اثناء الفايت، اثناء الاكسرسايز، اثناء الاوفر اكتيفيتي الجي اي تي ما توقفش، لان لو الجي اي تي وقفت يحصل بتروفاكشن للاكل ويتعفن الاكل اللي في الجهاز الهضمي بتاعي. لكن انا محتاجه درجه من الاكتيفيتي، درجه من الموتيليتي، علشان الجي اي تي الحاجات اللي في الجي اي تي تدنها كويسه ويدن الدايجستيف سيستم الى حد ما في بيزل اكتيفيتي. يبقى الباراسمباستاتيك تون مهم جدا على ما بيشيلش، يعني الباراسمباستاتيك ما بيشيلش ايده من على الجي اي تي حتى لو انا اثناء السمباستاتيك اكتيفيتي. طب في اورجان عندها ميكسد سمباستاتيك اند باراسمباستاتيك تون؟ اه ده احنا لسه قايلين الكارديو فاسكولار. كنت بقول الهارت عليه ايه؟ السي انود عليها الفيجاس نيرف، والبلاد فيزلز عليها ايه؟ السمباستاتيك. طب والانترنسك ماسل اوف ذا اي، الانترنسك ماسل اوف ذا اي دي فاكرين ادا الهارت، الاس اي نود عليها فيجال برا سمباستاتيك، والبلاد فيزلز عليها سمباستاتيك. يبقى ده ميكسد اوتونوميك تون على الكارديو فاسكولار سيستم، على الهارت والبلاد فيزلز. على الهارت الاس اي نود عليها فيجال او برا سمباستاتيك، والبلاد فيزلز عليها سمباستاتيك. الاي فاكرين السمباستاتيك سبيرو سيرفيكال جانجليا كان بيعمل ميدريزيس في الاي، كان بيعمل فيها دايلاتيشن، والبارا سمباستاتيك كان بيعمل فيها مايوزيس. وانا العين بتاعتي البيوبل بتاعتي ميد واي ما بين الميدريزيس والمايوزيس. الاكشن ده نتيجه ان الاثنين سيستم شغالين في نفس ذات الوقت. لما تزيد السمباستاتيك اكتيفيتي اتجه للميدريزيس، لو زادت البارا سمباستاتيك اكتيفيتي يبقى المايوزيس مور بروميننت. نيجي بقى للهاير سنترز اوف اوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم في حاجه عامله له كنترول؟ اه الهاير سنترز في جسمي التوب عندي هو السيريبرال كورتكس فرونتال لوبس. السيريبرال كورتكس ده اللي انت بتعمل كل حاجه فيه بارادتك، بتتحكم. هو انت مش بتتحكم في الميكتوريشن والديفيكيشن؟ محتاجه كورتيكال ابروفال. انت مش في اي حته كده، لازم تكون سيوتابل وانت قررت ان انت تعمل، تمام. والليمبيك سيستم بتاع الايموشن، الايموشنز دي بتنزل تاثر على الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس ده المركز اللي فيه الجلوكوستات والثيرموستات. ده مهم جدا في جسمي، بيحفظ دي ده بيظبط درجه حراره جسمي، بيظبط الاوزمولاريتي في جسمي عشان ضغط الدم، بيظبط الجلوكوز في جسمي كمان. له في سنترز فيه بتاثر في الاوتونوميك نيرفس سيستم، هي البص على الاوتونوميك نيرفس سيستم من الهايبوثالاموس. لان الهايبوثالاموس ده بتاع المشاعر، بتاعنا متضايق وفرحان. هو انت لو انت قاعد اكزايتد شويه وفرحان مش السمباستاتيك بيشتغل؟ ممكن تسمع خبر وحش الباراسمباستاتيك يشتغل، واحد بني ادم يجيله فيجال اتاك يغمى عليه، ده جاي من الهايبوثالاميك افكت. في البرين ستيم ريتيكولار فورميشن، البرين ستيم فيها مراكز كتير قوي، مراكز الاي، مراكز الريسبيريشن، كاردياك، سوالونج سنتر، كاف سنتر، اوكي، فوميتنج سنتر، فازو موتور سنتر. السنترز دي كلها بتاثر في الاوتونومي. كمان السباينال كورد، مش انا خدت انا لاترال هورن سيل 2 و3 و4 سنتر اوف ميكتوريشن وميديفيكيشن واريكشن. ففي سنترز كتير ناخدها ببساطه جدا. السنترز اللي خاصه في السباينال كورد، السباينال كورد هو اول سنتر واقل سنتر متحكم في الاوتونوميك نيرفس سيستم. المثال بتاع اللاترال هورن سيل اللي بتشتغل از بازو موتور سنتر في حتت كتير من جسمي، وبتشتغل كمان از ميكتوريشن سنتر. فاكرين الميكتوريشن كان بيعمل كونتراكشن في الوول ولاكسيشن في الانترنال سفينكتر. فاكرين ديفيكيشن سنتر لما كان بيحصل كونتراكشن في الريكتم والانال كانال وريلاكسيشن في مين؟ في الانترنال سفينكتر كان سموث. والاريكشن سنتر في الميل. في برين ستيم اوتونوميك سنتر، البرين ستيم فاكرين لما قلنا البرين ستيم في السنترز بتاع كاردياك سنتر، ريسبيراتوري سنتر، فوميتنج سنتر، كاف سنتر، فكل ده فيه. فاكرين السوبيريور انفيريور سيريفيرال نيوكلياي
سبيرور سليفري نيوكولا اللي كانت بتدي لمين؟ برافو، الفيشيال نيرف والانفيرور سليفري، برافو، جلوس فارينجيال نيرف، مش ديت نيوكلايد سنتر. كان في جاستريك سنتر، في فازو موتور سنتر، موجود كل ده في البرين ستام، في الكوف سنتر، في فوميتنج سنتر، ديجلوتيشن سنتر، وكاردياك سنترز، وباراتوري سنترز، كل ده في البرين ستام. نيجي للهايبوثالاموس اللي كنا بنقول عليه سنتر اوف ايموشن. الهايبوثالاموس اللي فيه جلوكوستات وفي سيرموستات وفي اوزموستات لجسم كله، ده الهايبوثالاموس اهو. الهايبوثالاموس ده وجدوا ان النيوكلياي بتاعته اللي موجوده بوستيريور ولاترالي، لاترال والبوستيريور دي بتتحكم في الاكتيفيتي اوف سمباثيك نيرفس سيستم، يعني بتنزل لها دايركت كونكشن مع اللاترال هورن سيل بتاعت الثوراسيك والابر تو لامبر سيل. ووجدوا ان الانتيريور نيوكلياي بتاعت الهايبوثالاموس لها ابر كنترول على البارا سمباثيك نيرفس سيستم، بتروح ل الكريان نيرف نيوكلياي واللاترال هورن سيل بتاعت السكرال سيجمنت 2 و3 و4 تعمل لها ريجوليشن. يبقى الهايبوثالاموس اللي بيريجوليت التمبريتشر والووتر بالانس والفود انتيك، تمام. اللاترال والبوستيريور نيوكلياي بتاعته، نفتكر ان الاثنين لاترال وبوستيريور حاجتين للمور ديستريبيوتنج سيستم. مين المور ديستريبيوتنج سيستم؟ سمباثاتيك، تمام كده. طيب والانتيريور نيوكلياي لمين؟ للباراسمباثيك. يبقى انا عندي اتكلمنا على السباينال كورد سنتر اهي، اكتوريشن ديفيكيشن اريكشن سنتر، اتكلمنا على البرين ستام اللي فيه كاردياك سنتر، ريسبيراتوري سنتر، فيموتنج سنتر، جاستريك سنتر، كوف سنتر، سنترز كتير جدا اكتيفيتي بتاعتها كلها للفيسرا او للاوتوماتيك اورجان، يبقى هتكنترول الفانكشن ده عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. طلعنا فوق شويه اتكلمنا على الهايبوثالاموس سنتر اوف ايموشن. الهايبوثالاموس اللي احنا قلنا النيوكلياي انهي؟ اللاترال والبستيريور، برافو، دي بتاعت السمباثاتيك. اما الانتيريور نيوكلياي بتاعت الباراسمباثاتيك نيرفس سيستم. هنيجي بقى فوق شويه السريبرال كورتكس اللي هو الموست هاير سنتر، اعلى حاجه السريبرال كورتكس ده اللي انت بتتحكم في الحاجه بارادتك، فيه له كنترول على السيمبا والبار. ايوه ليه؟ انا ما بيجي لي الديزاير اوف ميكتوريشن او ديفيكيشن بتحصل لوحدها ولا انا بعمل عليها كنترول؟ بعمل. بتعمله بايه؟ بالسريبرال كورتكس. يبقى السريبرال كورتكس ده موست هاير سنتر، تمام، اسمه الفيسترال كورتكس بنسميه كده، تمام، وهو له دايركت ديسندنج فايبر ودايركت كونكشن بالاوتونوميك، يا اما عن طريق ان هو يوصل للهايبوثالاموس وياثر فيه والهايبوثالاموس ياثر في السنتر، او يشتغل على السنترز دايركت. يبقى الهاير سنترز بتاعتي ممكن تكون السريبرال كورتكس الموست هاير بتاع الايموشن والاكتيفيتي، ممكن تبقى الهايبوثالاموس في سمباثاتيك سنتر والبوسترولاترال نيوكلياي والانتيريور نيوكلياي بارا سمباثاتيك بونز والمظله اوبلونجاتا، فيهم الموست سنسيتيف سنتر في جسم الريسبيراتوري والكاردياك، سنترز الخاصه بكل الاكتيفيتي بتاعت الفيسرا موجوده فيهم تتحكم فيه. وقلنا الانتيريور هورن سيلز بتاعت السباينال كورد هي دي الموست لور سنتر. اخر حاجه هنتكلم عليها الدينرفيشن اوف اورجان فروم اوتونوميك سبلاي. يعني ايه دينرفيشن؟ كلمه دينرفيشن يعني كاتنج النيرف سبلاي، اقطع الاوتونوميك او الاوتونوميك يتقطع عن اورجان. احنا احيانا بنعمل تيمبوراري كاتنج للسمباثاتيك والباراسمباثاتيك. كلمه تيمبوراري مؤقت، ده معناه ان انا استخدمت دراج انديوز، استخدمت دواء قفلت بيه المستقبلات بتاع السيستم ده او قللت نشاط السيستم ده، يبقى استخدامي للدراج للميديكيشن اسمه تيمبوراري دينرفيشن او انترابشن. لكن احيانا بنلجأ للبيرمننت او السيرجيكال، يعني اقطع السمبا او الباره فور ايفر. امتى ده؟ اعمل سمباسيكتومي ريموفر اوف سمباثيك انرفيشن. امتى؟ في حالات معينه. اول حاله فاسكولار ديس اوردر، بيحصل سيفير فازو سبازم في صوابع الايدين وممكن توصل لجرجرين. جنجرين يعني ايه؟ جنجرين يعني غرغرينه، كاتنج كومبليت كاتنج بلاد سبلاي والتيشو تبتدي تتحلل. المرض ده اسمه بيرجر ديزيز، شايفين الشكل؟ بيرجر ديزيز هو مرض كومن في الفيميلز، الفازو موتور سنتر اكتف قوي لدرجه مش بيعمل فازو كونستريكشن، بيعمل فازو سبازم. لما يعمل فازو سبازم ده ممكن يعمل جنجرين. طب ايه حل الجنجرين دي؟ امبيوتيشن. يعني ايه امبيوتيشن؟ يعني اشيلها اقطعها.
طب وليه كده؟ طب ما انا ممكن قبل ما توصل لمرحلة الجنجرين اعمل ايه؟ اعمل كاتنج للسمباثاتيك سبايك. انهي سمباثاتيك؟ مش كان عندي في ديفيجن اسمه السوماتيك ديفيجن اللي كان بيدي جزء في الابر وجزء في اللور هاف اوف ذا بودي، اللي كان بيدي السكن اول اوفر ذا بودي والبلاد فيزلز يعمل فيها فازو كونستريكشن ويخليني اعرق. ما نقطع الترانك ده البني ادم مش هيعرق، اوكي مش مشكله، بس هيحصل الفاسكولار سبازم ده هيفك، وبدل ما نعمل امبيوتيشن هنحافظ على ايدين العيانه دي. ففي السيفير برج ديجري اوف برجر ديزيز الفازو دايليتور ما بتنفعش، فبنعمل ثيمباثيكتومي. في السيفير بين الناس اللي عندها ادفانسد كانسر يعني مراحل متقدمه من السرطانات، خصوصا في منطقه الابدومن الكانسر بلادر كانسر ريكتوم، السنسوري بتاع المنطقه دي متشال مع الكابل مع الترانك بتاع السمباثاتيك، هو خلاص يعني تيرمينال كيس وما عادش فيها ادفانسد، يعني ما عادش له حل زي ما بنقول، يعني بيعد ايام على الدنيا. طب خلاص ليت هيم داي ان بيس، اقطع له السمباثاتيك ترانك للاورجان ده السنسوري والموتور. ايه ده؟ افقد السمباثاتيك كنترول واصلا مش شغال، ده الادفانسد ده بيبقى خلاص عاملين له تحويل مسار والميكتوريشن والديفيكيشن في كيس من بره، وقصه ميزرابل خالص. فليه يتألم؟ نقاط السمباثاتيك سبلاي. كمان الاكسسيف سويتنج او الهايبر هيدروزس، في ناس بتعرق جامد قوي قوي لدرجه ان هي مش عارفه تسلم على الناس، ايديها ملانه عرق، ممكن هو بيمتحن الورقه تتهري من البلل من العرق اللي بينزل من ايديه، اوفر هيدروزس. طب الحل بتاعه ايه ده؟ بندي ادويه اتروبين وحاجات تقلل، احيانا ما بيجيبش نتيجه، فنضطر نعمل له سيمباثيكتومي، نقطع السيمباثيتك ترانك بتاع مثلا نخفف له الدنيا عن ايده اليمين مثلا الرايت على الناحيه اليمين، بحيث ان الايد بيكتب بيها بيسلم على الناس بيها ما تبقاش مبلول. يبقى احنا قلنا في البرجر ديزيز وفي سيفير بين والاكسسيف سويتنج، دول ثلاث حالات بعمل فيهم سيمباثيكتومي. ممكن اعمل بارا سيمباثيكتومي، اقطع البارا سيمباثيتك، ايوه. ممكن اعمل فاجوتومي، اقطع الفيجاس نيرف في حاله البيبتيك ألسر، عارفين يعني ايه بيبتيك ألسر؟ ايوه قرحه المعده، القرحة اللي في المعدة في الاستومك والديدينا في الاثنى عشر احيانا بتبقى عاملة اوروجن جامد جدا واكلة السموس مصل اللي تحتها، وهتعمل بيرفوريشن او عمل البرفوريشن ودخل العمليات، فالدكتور بيشيل الجزء اللي فيه القرحة وبيخيط، تمام. وبعد ما بيخيط الدكتور شال الجزء ده وخيط، بيروح قاطع الفيجاس نيرف حسب بقى الرايت ولا الليفت فيجاس، حسب القرحة في انهي اتجاه، عند الليسر كيرفيتشر ولا الجريتر كيرفيتشر بتاعه الاستومك، ده الليفت فيجاس وده الرايت فيجاس، فبيقص واحد منهم والتاني شغال. قصه ليه؟ عشان يقل الجاستريك سكريشن، يقل السكريشن في الحته دي فيحصل هيلينج للالسر، والا بقى ما عملتش حاجه، هقص واخيط والعيان تنزل الاسيد تعمل له قرحه جديده او الجرح نفسه ما يحصلوش هيلينج. طبعا ده في حالات ايه، مش اي حد عنده بيبتيك السر بعمل له العمليه، اعمل له فاجوتومي، بيمشي بدراج فترات وسنين طويله جدا، وناس كتير بتستجيب للبروتون بامب انهيبيتور، اقل الافرازات الاسيد، اقل الاكتيفيتي بتاعت الباراسمباثاتيك، لكن في حالات ادفانسد في حالات البرفوريتنج السر ويخش العمليات ويخيط ويقص، فبالمره بيتعمل له فاجوتومي، قطع للفيجاس نيرف بتاع الاستومك. احنا كده خلصنا الجزء ده في المحاضره دي. هاف ا نايس داي، اشوفكم ان شاء الله على خير. Many thanks.